برافو، يعطيكم الصحة. برافو، الله الله، يعطيك الصحة. شكرا لك الفنان أيمن غزال، ومرحبا بك في منوعة ليالينا. برافو، يعطيك الصحة. مرحبا، مرحبا، يعطيك الصحة. ومرحبا بجابس. إيه، ولد الجنوب، ولد جابس تحديدا. أنا كنت قدمتك أيمن، ما شاء الله عليك، وحدك اجتهدت. أيه. صورت أغنية، كتبت الكلمات ولحنتها أنت، والأغنية هذيك كانت البوك. أيه. الله ورضيت الوالدين، الحمد لله، وجابت أكثر من 16 مليون إلى حد الآن، ومن غير دعم، من غير حتى دعم، ومن غير حتى سبونسور، ومن غير حتى شيء. كان تقدم لنا روحك للسادة المشاهدين أكثر أكيد. أنا أيمن غزال تحديدا، زيد. اي زيد ظهر زيد، اسم الشهرة غزال، اسم شهرة. اي الحكومة يعيطوا له غزال، اي من الصغر يعيطوا له غزال. وانا جي فند المرة، معناتها تابع البادية والفن الشعبي. ما شاء الله، ما شاء الله. اي من غزال، من غزال غزال، معناتها اي غزال غزال، يأتمني معنى الكلمة. احلى لمين، اي من غزال من جابس. شاب نحب الفن الشعبي مليني صغير. حليت عيني على فاطمة أبو ساحة. من عشاق فاطمة أبو ساحة. نسمع سي اسمه خليفة تريدي. برشا برشا، هذا ما كبرت معاه مليني صغير. كنت ديما نسمعهم. الفن هذا يمسني. وراو مش انت تختاري باش تمشي، فما حاجه وحده تناديك وتجبدك. معناتها عمري 4 سنين 5 سنين، شنو نفهم باش نختار؟ وحده جبدتني الحاجه هذيك. دونك ومدارس اللي ذكرتهم، منهم الفنانه الرحله فاطمه بوساحه. فاطمه بوساحه، اي. وانت توا اللي لهي بيك، هو اللي كان مع فاطمه بوساحه يكتب لها ويلحن لها. أيه. الله يرحمها. الله يرحمها. اي. عزيزي. الله يرحمها. الله يرحمها. يعني يرحمها. فاطمة بوساحة كانت تجمع ما بين الأخلاق والفن، وهي أسست للفن الشعبي النسائي نجم نقوله. أيه. وكان عندها البروفيل الخاص بها سي سفيان، وكانت عندها الوقفة متاعها والشخصية اللي نحسوها ما عند كان فاطمة بوساحة الله يرحمها. هو الحق الفن الشعبي ان جينيرال كنت تسمع تبلو الذكرى يقعد وحدهم، يعني ديما النغمه هذيك شفت لامين شويه لا تعرف اي خمسه ستول بالله راني طلعت كي تحكي على جيبس تقول عرضاوي. عرضاوي هو من جيبس، يعني الاعراض هي جيبس، فما الاعراض قبل وقت البيت وغيره، كيما المناعي في الشمال. جيبس معناها عندها فن. فاطمه بوساحه بيان سور من قريش، ومن معناها الملاسين، هي حي قديم جدا موجود وعنده تقاليده، معناها نتاع هزيج ونتاع فن. كانوا يعيشوا فيه مثال اليهود التوانسه قبل ما يدخلوا لتونس العاصمه، معناها البسويقه وغيره. ومعناها الحاره هذيك سيدي محرز هو اللي خلاهم يدخلوا. كانوا يعيشوا خاصه في قريش وفي الملاسين وغيره. الفن الشعبي عنده مالي كما قلت، يعني كان ولد سلجه بار اكزومبل نعرفوه في الحلفاويين، كانوا القواله والادبه. أي. ويجيوا من عديد المناطق. عديد المناطق في باب الجديد، وفي نحكي لك في تونس. هي. وفي باب الزيرة وفي الحلفاويين ثم يتلقاو غاديكا، زاد في المكلين يغنيو في الجنوب الغربي كذلك عندهم هذه كبيرة. اخترب خاليهم محمد المرزوقي على الفن الشعبي، هي الحق كان شجاعة كبيرة باش تخرج تغني بالطريقة هذيك، كانت شخصية تفرض قوية، تفرض شخصيتها. هما توا الوليد تبارك الله فكروني في قلي ولا يرحموا ربي يطول في عمرهم، خاطر عندهم ضربة تبارك الله في اي تبارك الله عليهم، يا ربي تصفيق عليهم الفرقة الكل، يعطيهم الف صحة. برافو. باش تشوف انه الفن هذايا ناس، ثم ناس عندهم نظرة احتقارية ليه. احنا قبل كانت الفرقة الوطنية الفنون الشعبية تمشي للبولشوي. والله. تفكرها الفرقة الوطنية الفنون الشعبية. تمشي كذلك تياترو ماسيمو في ايطاليا، تمشي تمشي للبليز. مثل تونس في اهم المسارح. مثل حاجة. والفن الشعبي هاك تشوف، ثم موسيقى، ثم تنظيم، ثم رقص، ثم كوريغرافيا، مش معناها انسان مش هيك. ولو حد بشعرهم فيهم العرضاوي، فيهم المسدس، وفيهم يعرفوا هما معناها عالم كبير البحوث نتاع اشعار. دونك الحق هو اللي باهي هو، شوف جيل صغير نحكيو عليه قبيله. اي بالضبط. يحكي على فاطمه بوساحه اللي يرحمها توفيت عندها مده طويله، ويقول لك كيفاش جلب، على خاطر ثم حاجات. صحيح. الجابس عندهم الفن في دمهم. صحيح. يقولوا العرضاوي او الجابسيه. واضح.
ماهر زي اكيد باش نواصلوا من بعد ان شاء الله ونحكيوا اكثر على انتاجاتك ايمن الخاصه ونعطيوك فرصه باش تقدم زاد العروض اللي قدمتها وتحكي لنا عليها. ماهر زي في نمط موسيقي اخر مختلف تعودنا بها في الطربي في الطبوع في انماط موسيقيه يعني اخرى اللي عندها زاد جمهورها. وماهر زي ايضا عندها انتاجات خاصه بها طبعا. ممكن ما صدفتش سي سفيان انه تعرفت هالاغاني هذيا، ولكن كنت تعطينا فكره على الانتاجات اللي قدمتها مؤخرا، يعني الانتاجات اللي انت حتى كنت عندك امضاء فيهم. يعني انا من قبل ما ندخل الميدان الفني معناتها من قبل ما نحترف نكتب لحن وحدي وكما نسجل ونخليه على جنب. ونحب صراحه نكتب لحن المشاعر نتاعي انا، الكلمه الحلوه نتاعي ما نجمش نغني اغلب الحالات احاسيس ناس اخرى. فهنفضل اني الكلمه اللي نحسها نكتبها وبالمناسبه هذيا حبيت نغني غنيه معناتها انت اسمها يا ناس كتبتها انا ولحنتها مؤخرا وسجلناها وحتى من الموال كتبته انا ولحنته. ف الناس الكل ماخذة فكرة أنهم ديما نغني كان طربي طربي بالضبط معناها، وأنا بالعكس راه نغني شعبي وفي كل شيء معناها كل الأنماط الموسيقية الأنماط الكل ونكتب زادة في الأنماط الكل معناها. وفما قعدت لي معناتها اللي يشوفني يشوفني معناتها ليه ليه تغني كان طربي فهمت. فأنا اليوم حبيت نصحح الصورة تورينا غني تونسي تونسي كل الأنماط كل الأنماط ومعناها وإن شاء الله معناتها ينال إعجاب السادة المشاهدين والمستمعين. نسمعوا يا ناس قبل ما نرجع نحكيوا على نموت عليك. أوكي. يا ناس بصوت الفنانة ماهر زي طويل مع عزف البيانو أكيد رامي المكور. تفضل ماهر زي. على فكرة الغنية هذية اسمها صحيت من النوم. صحيت من النوم. أي صحيت من النوم هذه صورة معتها اللي قمت من النوم اللي حسيته وجسدته في كلمة ولحنة. إن شاء الله تنال إعجاب. تفضل تفضل. صحيت من نوم أنا صحيت صحيت من نوم أدور عليك ما لقيتك جنبي ملمس ضاقت الدنيا بيا وبكيت عليك صحيت من النوم ما شفتك ولا عيونك انت صحيت من النوم انا ما شفتك انت ولا عيونك انت قلبي بحزن يا روحي يدور عليك
يعطيك الصحة مهر زيا. برافو ليك، كانت هذه أغنية من الإنتاج الخاص من ألحانك ومن كلماتك. طبعا يعطيك الصحة. ومحلاه الفنان سي سفيان كي ينوع من تجاربه ويعمل محاولات على شلاء في التلحين وفي كتابة الكلمة، مهم جدا أكيد، خصوصا حاجات حقيقية تحسهم تعيشهم تنفذهم معناتها بكل جوارحك. سي لمين نرجع معاك شوية ونرجع للمسيرة الحافلة ونرجع للمسرحية نموت عليك، وإحنا تعودنا بيك بالنجاحات وبكري كفى ووفى سي سفيان اللي حكي عليك، ونعرف اللي سي سفيان ما يجملش لأنه كل كلمة قالها أكيد هو متأكد منها. أنا نفرح ياسر كيف يقول كلام ذاك على خاطر نعرف سفيان من زمان كما قال هو، معناتها عشرتنا طويلة واكزيجون ما مو سهل سفيان راه موش ما يجملش ما عندوش ما يجملش ما يجملش الشارع على المجامله اي بالضبط. لا لا عروض عديده قدمتوها في احنا وصلنا توا 25 عرض 25 داخل وخارج حدود ارض الوطن. كنت تحكي لنا بصفه عامه كيفاش كانت الاجواء البرة من تونس وفي تونس ايضا. المسرحيه قاعدين نحضروا فيها عامين وانا ديما نقول راهو المليح يبطا، ديما يسالوني في اللقاءات وكذا يقول لهم راهو المليح يبطا. يا اخي المليح او بطا ولكن جاء مليح. اي المسرحيه تقدمت في عروض في المسرح البلدي تونس العاصمه، كذلك عملنا عرض حلو ياسر في حامد قابس. بالمناسبه نحب نشكر اداره مهرجان حامد قابس في الهواء الطلق عملته في الهواء الطلق. بدينا مازلت بدنا شويه بلانير ولكن معناتها كان حضور مع جماهيري كبير ياسر ياسر. والطريف في العرض انه انا كنت على الركح ونقول في النص ونقدم في المسرحيه ومراه شقت السين قدامي هكا ما خسرت لي متأدية تقول بعد عادي وقعدت عامل سينوغرافيا وحدها وحدها قلت لهم راهي خارج العرض راه وين منجور قالوا لي زكيه هذه قدام البلاد وقعدت تبعت العرض وتتجاوب مع الكلمات ومع المسرحيه بصفه كبيره. نحب مره اخرى نشكر الجمهور هذاك اللي بالمجد معناتها اللي يعني راهو بارد شويه كل عرض كانت عنده خصوصيته. اي والكاف كذلك في ال 24 اي وكان الحضور نسائي بحت. اي كانوا ليله الماتش يموتوا عليك النساء عاد حتى انا نموت عليهم. شيء متبادل شعور متبادل يعني وفاء الماتش والرجال كله بعد ما كمل الماتش جاو وكانت القاعه زاد معناتها مليانه وتجاوب كبير من الكاف وهذا مش شيء غريب على الكاف بلاد المسرح اي اكيد مش خاطر بلادي معناتها واحنا الحاجه الباهيه انه المسرح بحضرنا قد يعني بيناتنا فرداوي يعني ما تقول مولود في المسرح كتب لي باش نكون نبدا غادي شفت كيفاش داير مره مع مدير مهرجان مشينا في الصيف سفيان عاد قلت له جيب لنا شويه ماء معناتها سخان على الاخر في اوت وقت قال لي شنو سير من الماء يمد يدك لداركم تجبد الماء تقول لي جيب الماء كذلك عملنا عروض في باريس اي عروض تاع كندا زاد كانوا في كيبيك وموريال بالمناسبه حاب نشكرهم في موريال معناتها تعدى عرض ممتاز جدا كيبيك كذلك وكنا باش نعاودوا عرض ثاني دشنوا مطعم غادي حلو ثم واحد تونسي عمل مطعم تونسي في خاص بالعرض خاص بالعرض يعني الناس اللي باش يتفرجوا في العرض يتعشوا ثم يتنقلوا الى العرض والحاجه الباهيه برشا حتى الصغيرات يجيبوا معاهم عملوا كريش يعني خاص بالصغيرات يعني الواحد فكرة حلوة برشا حلوة ياسر ياسر باش ما يتحرموش هما من الفرجة وفي نفس الوقت الأطفال يلقاو ولاهي بيهم صغيرات ويجوي وكذا كمل العرض كل واحد هز صغيراته ومشى وكان زاد تجاوب كبير مع والعروض لا زالت متواصلة وهي حكاية عمر وحبك للمسرح هو علاقة حب كبيرة نجم نقولوا وعندنا احنا فقرة سلامين اللي خذينا رايك فيها هكا شوية نقدموا فيها أغاني من العمر أغاني اللي قريبة في طبعها في خصوصيتها للضيف اللي يكون موجود معانا بارك الله فيك نحب قبل كل شيء نقول على العروض اللي جايين باش نقولوا عليهم نقولوا توا ونجدوا باهي توا نقولوا عليه ولا خلي بعد لا لا ولا خلي توا يوم 26 ماي صار الخميس الجاي عندنا موعد مع المسرحيه لا في المسرح البلدي اي تونس العاصمه ثم اليوم 4 جوان في جربه ان شاء الله ان شاء الله تكون عرض متميز في جربه وجمهور جربه ذاك ثم عائلات في جربه داير يقولوا لي يقولوا لي راهم ما يخرجوش معناتها عائلات محافظه على الاخر
تقولوا لي يا سلامين راهو ما يخرجوا كان كي تجي انت فهمت يجيو ما شاء الله. وهو الجميل سلامين واحنا تعودنا بيك انك تدخل داخل الجهات البقايا على الكل في تونس ماذا بيك تقدم فيها. وي انا فما اللي يقولوا مسرحيين يقولوا اللي يحبنا يجينا اي وانا نحبهم نمشي له. بالضبط بالضبط عمليه عكسيه واحنا راه اخترنا نحبوك. فما حاجه عند لبين مش حبنا الفقره اليوم اللي في قدمها لا معناها ثم حاجة علاش بدنا على أي أي. لمين ما يحبش الفلغاريتي يحب معناها جالية وكل شيء أما يقدمها في الجانب الجمالي عليك يجيوها العائلات أي بالضبط ثم ناس من الفلغاريتي يحبوا يعملوا منها فن ما تجيش ما ينجموش وما ينجموش يستمروا. احنا أول حاجة نتعلموها في المسرح والأساتذة والحمد لله أنا محظوظ رب سفيان تعرف وأنت سيد العارفين اللي أنا خدمت مع الكبارات في البلاد منصف السويسي المرحوم المؤسس الكبير وفضل شعيبي وفضل الجزيري اسماء كبيرة اكيد محسوب من عبد الله يعني الوحيد اللي فلت عليا هو علي بن عياد حبيت نعم تجربة معاك الرجل هذاك ولكن الموت كان سباقا سمير العيادي كان حاضر سمير العيادي كل فلشوشين عبد الرزاق الزعزاع معناتها الكل معناتها عبد الرزاق الزعزاع وقت جانا الكيف وعمل لي بون دي جون جوني مع المسرحية كبيرة مثل فيها سعاد بن عثمان من كبارات متاع الكيف بن عثمان كان سايبو سي سفيان ولمين يتذكر الذكريات هذي الكل سعاد أنا جايينها أنا جايينها سعاد أنا جايينها توا أنا جايينها توا يعني الجمهور يحبك لأنك متواضع برشا لأنك ما تجاملش ولا تعاجي أول حاجة نتعلموها هو الارتقاء بالذوق العام بالضبط اول حاجه يعلمونا الاساتذه صاحب رساله في المسرح ومسرحياتك غنيه عن التعريف ونجاحاتك عديده اكيد واحنا اليوم حابين نقدموا لك طريقتنا في هالفقره هذه اغنيات اللي قراب من الوسط اللي عشت فيه واللي بديت فيه اغنيات قراب القلب خلينا نشوفوا في اغنيه عمري شنو باش نسمعوا اليوم باش نسمعوا اغنيه من اجمل الاغاني اللي تقدمت من التراث التونسي بصوت فنانه تونسيه شابه متميزه ما يعرفوهاش برشا ناس كانت عندها مشاركه في كوميدي ميوزيكال مع سي سفيان وكان اقترحها سي سفيان ونبشت انا هكا وشفت لقيت الطفله تبارك الله عليها مقدمه عروض معناها ثقافيه ولكن ماهيش معروفه برشا مجتهده عندها الماجستير في الموسيقى في الفن التراثي اليمني قاعده تحضر في الدكتوراه نتاعها خلينا نتعرفوا عليها وفي نفس الوقت تقدم لنا هالاغنيه هذيا اللي حابينها تكون هديه السي لمين النهدي من خلال فقرة أغنية عمري Yeah.
شك الخلاي واش باش يجرى Baby.
شكرا ليك مهر الهمامي، مرحبا بيك. عايشك يا محلاك يا مهر. عايشك يا عيون. احنا في ليالينا ما نجاملوش، جيبوا كان الاصوات اللي تستحق. عايشك. الاصوات اللي عندها بالحق خصوصيه خاصه بها، وفرحانه برشا بوجودك اليوم معنا، وان شاء الله تكون هذه فرصه باش تتعرف اكثر لانك تستحق. الجميل فيها سلامين انه مهر ملي عمرها 15 سنه مغرومه بفن التراث اليمني، وكي قرات موسيقى غاصت في الفن هذاك، وقدمت الاطروحه نتاع الماجستير نتاعها يعني على الفن التراثي اليمني صنعاني بالضبط. وعندها مقابلات في اليمن وتبارك الله عليها، يعني مقدمه عروض ولكن مش معروفه حتى هوني. عروض في تونس مع زيد غرسه، شاركت مع سي لطفي بوشناق. انا فرحان بها برشا ساعدني انا اكثر في اثار ثقافي معناها اكثر، وعندي معناها توا تراجيدي ميوزيكال ان شاء الله باش تعمل عروض ان شاء الله، يعني اكثر اطار ثقافي على خاطرني انا ندرس معناها، فهمت؟ ما شاء الله استاذ موسيقى كيف انا فرحان بها ياسر ساعه، على خاطر غنيت غنايه شفت كيفاه للفنانه القديره سعاد محاسن. شفت مش قلت لك استنى شويه سي لامين قولي للبيت بها سعاد تبارك الله عليها، حسيت بيك هذيك علاش غنيت. يعطيك الصحه. ما هو بدمش يحكي لي على سعاد وهي صعيبه الغنايه، ولكن تحيه. ولكن قلت استنى شويه سي لامين هاوكا غنايه من العمر، كانت غنايه من العمر حبيناها تكون هدية ليك، وغنيتها سعاد محاسن الفنانة الشاملة القديرة. وإحنا كنا نحكيو على سمير صبري كيفاش هو فنان شامل، عنا سعاد محاسن اللي نبشت أيضا في التراث الكيفي وقدمته كأحسن ما يكون، وإن شاء الله ربي يشفيها. سعاد يعيشك. سعاد مغنية وممثلة كبيرة وتمثل معناتها تعمل تراجيديا وتعمل كوميديا، تعمل رشومان فهمت، وتعمل لي بون دو جون جوني اللي يدور معناتها كاسحه شويه دور تراجيدي، وتعمل حكي وحريري اكل الدور نتاع الجزائري، تعمل فيه شخصيتين معناتها تعمل الراجل والمراه، وتعمل معناتها في الزنج وفي الحلاج وفي في برشا مسرحيات معناتها. سعاد معناتها ممثله ممتازه ومغنية، وهي معناتها لها فضل كبير. مناضلة كبيرة. في امريكا مشينا مع بعض العائلة قدميها في وي 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 معناها امرأة حجر صوان. والجميل في سي لامين انه الى اليوم واقف بجنبها وما خلاهاش، حتى حببنا فيه لانه انسانيا اكتشفنا كونه لامين بالحق من تينا اخرى خاصه من الفنان الممثل اللي انسانيا محلاه ويتحب بالحق. هي مدام من شيرن، هي سعاد شيرن شيرنيه. مدام مشينا للعراق مع بعضنا وشدونا الامريكان. شكرا على هالمصاحبة ووقتها مع منال يونس ومع ام ناصر وغيره. مشينا في حرب العراق مع بعضنا، وسمعنا عبد الحفيظ القلميمي الله يرحمه، والهادي تتفكروا كيف الهادي وانا كنت مع صحابي عاد القصف قنابل فوق قلوبنا، وشدونا الامريكان وصار فينا وقتها في الباتور لابي عام 90 91. حد قال لي سفيان ما تقول لمين انا قداش، قل هاي انا نقول له لمين والله القصف وصلوا الاخبار اي تحب ياسر لمين يا مان لمين ديما قل له ذكريات اكيد جميله واكيد مهر وكيفها برشا هما احسن استمراريه للفنانات هذوما اللي مناضلات فعلا. معناتها اكتشاف بالنسبه لي انا شخصيا، معناتها نقول شفتك الخامه نتاع الصوت ومحلاها، مستقبل كبير قدامك ان شاء الله. خلينا نتعرفوا عليك اكثر، وحكيت شويه على العروض اللي قدمتها، ونشوفوا المشاريع ان شاء الله اللي باش تقدمها ان شاء الله. المشاريع فما تراجيدي ميوزيكال ان شاء الله باش تعمل هكا دوره في الصيف. شاركت قبل زاد كيف معناها اوبيريت مولايا اللي عمل مع لطفي بشناق، اوبيريت زاد كيف مع سي سفيان فرحات، كانت زاد كيف عندي حضور مع يعني كما نقولوا احنا مع فرقه رشيديه، مع سي زياد غرسه، مع سي زهير بالهيني الله يرحمه. استاذ موسيقى نقري في الموسيقى، يعني انا ديما في الموسيقى معناها عروض بيتيتخ معناها نقولوا
انتاجاتي شويه محدوده لكن ديما كي نعمل حاجه نعملها دو فالور دونك ان شاء الله فما انتاج عن قريب قاعد يصير ان شاء الله ربي معك وكهو ان شاء الله ربي يوفقك على الاستضافه خاطرين نحب برشا تعرف انا نتابع فيك من الليل زاهي دونك انت وقتها صغيره مش اي خاطر اي ولا امانه ما عادش صغيره نعيش عليك هيك قالت لك بالمسرحيه هيك قلت لك على عنوان المسرحيه يعيشك انا بيدي حبيتك برشا يعيشك نتمنى لك كل النجاح والتوفيق ان شاء الله باش تكون عندنا لقاء اخر هذايا مثالش بدايه لقاء في ليالينا نحبك تقدم مره اخرى لمسه وفاء لسعاد محاسن وشنو تختار لنا هي غنيه اختارها هو خلينا نشوفوا علاش اختارها ما دام اختارها هو لازم يغني معايا والله شوف انا ماذا بيا نسمعك انت تغنيها والله هو عامل كيف على شركه احنا ننسى الكلام ولا حاجه خاطر يعاونك يسالك يعاونك يلا غنية ليك خلينا نسمعوا هالغنية اللي هي حبيناها لمسة وفاة لسعاد محاسن غنية نقول البابا ينبي وخلاعة حلق الواد وكرتاج المرصة شخلاعة في بوسعيد المالوف لفا وجماعة نقول البابا ينبي وخلاعة حلق الواد وكرتاج المرصة شخلاعة يعطيك الصحة يا مهر محليك حافظتها بالباهي حافظتها بالباهي ما شاء الله علاش اخترت الأغنية هذه يا سلامي؟ والله تعز علي الأغنية هذه خاطر عندك معها حكاية حكاية مش حكاية أي. خل نسمع الخرافة ترى أعطينا شوية سعاد محاسن دي جي كاسوس هو يخرف لنا ساعة نحب الله الله تفضل سعاد محاسن انا عرفت سعاد في الكيف مع فرقه الكيف عام 69 تزوجنا عام 70 هبطنا الى فرقه مدينه تونس عام 72 بعدين كونت انا فرقه المغرب العربيه عملت الكريتة والقفيزون ولاد بابلا والفرزه غيرها من المسرحيات وسعاد في الطنبك نتاعها الجران سوكسي هي الغنيه هذه حنا نقول البابا يعني بعد نادولي خالي الاغنيه الاولى جات الاغنيه هذه عملت معناتها سوكسي كبير ياسر 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 يعني سعاد كانت مطلوبه في الحفلات معناتها في تونس الكل يعني وحتى الخارج
تعرف اللي سعاد راهي سفيرة الأغنية الشعبية برا معناتها برا يعني عندها حضور عندها حضور رهيب معناتها نحب نتوجه لها بالشكر نقول يعطيك الصحة يا أم الأولاد يا سعاد محلاك وربي يدوم حياتك وأنا مش بحذاها مش بجنبها أنا بجنبها وقدامها وراها وكل بلاصة يعطيك الصحة فعلا تستحق تسكت برافو سي لامين كانت هذه فقرة هكا متاع نوستالجي حبيناها تكون لمسة وفاة سعاد محاسن وتخرفلنا فيها الخرافة اللي ديما تقول لنا فيها كونك قديش تحب سعاد وقديش هي عشرة وإن شاء الله ربي يفضل لكم أكيد لأولاد إن شاء الله ربي يشفيها. ما زلنا مواصلين نحب سي سفيان يختم مع مهر شنو النجم نقولوا عليها مهر؟ والله شو أنا مهر ما كنتش عارفها ياسر أما سي محمد زين العابدين وقتها كان وزير الثقافة نحن معاه قال لي ثم طفلة مهر قلت له لو نعرفها قال لي تبع شوية قعدت نتبع وشفتها هكا من بعيد ونهار مشيت اقترحت عليها عمل معين أنا تي با إكزيجونت مي العمل اللي عملته صعيب لأنها وقتها في عسكر الليل خذينا شخصيات نتاع لي زاني فول وغيره وهي زادت غنيت وشطحت عملت رقصة فلامينكو هو جميل هاي يمشي مع الشطحة بقيتها تبركلها لابسة روبة حملة واللي عجبني فيها كذلك كما روضة بن عبد الله زاد بن عبد الله هذوما كما خدمت معنا زاد ثم اللي حتى ما خدمتش معنا مرسى صفيقسي زاد صفيقسي ولا زميت كيف تعمل ابحاث تعمل دراسات لو الفن الصنعاني معناها كما تقول الانسان يجيب باش يخدم على الفون دويت في تونس ويجيك قعدت نتبع فيها تبارك الله عليها معناها تغني بلغات اخرى زاد نسينا باش نقول تغني تركي عندها الحضور ولا اكزيجونت اللي باهي فيها وانا اخترت الطريقه الصعيبه معناها مهل انا شي عجبني فيها من شغلتها ما زالت صغيره في البدايات تحب معناها كالناس اللي فوق قمة الشماء تحب الهواء نتاع النصول ونقول لها كمل هذاك هذاك اللي هو بيان في كل شيء في التمثيل في الفكر في الموسيقى في حتى كي خدمت معاه يقول لي مهر راك انت كعصفور جنه التابلو نتاعك هكا خفيف عصفور جنه بارك الله عليك محيي يا مهر تخدم اللي تخدم وينكور اون فوا باهي خاطر انت البرنامج هذا يستبنى ياسر من الشباب ونجيبوهم ونعملوا تلاقح مع الكبار هكايا اللي عندهم تجربه اكبر منهم مهم جدا وانه نعرفوا بالشبيبه هذه بالطبيعه ومهر هي الفقره هذه حبيناها تكون خاصه كما حاسبه رزق كما فتحيه خيري كما الادوار اللي جسدتها باش تقعد في تاريخ وكما نحكيو على سعاد محاسن معناها العظيمه الاستعراضيه سبكتاكل توتال وكذا مين كيف ما قلت سي سفيان هما ان شاء الله يكونوا خير استمراريه لعمالقه الفن محرزيه وهي محرزيه من الباركور نتاعها اكسلون معناها كي تشوف معناها بيت صغيره وخدمه وطريقه صعيبه وخدمه معك ان شاء الله الفرص معناتها ان شاء الله محلاها تكتب وحدها وتلحن وحدها وتلحن وتغني هذه مش سهله والناس كلها يعرفوها اللي عندهم كودو عندهم عين يعرفوها برات كلها عملوا هكا رغم انه الاختصاص هذايا مع فما ناس مختصين يكتبوا لحن ولكن ساعات الواحد يحب يقول كلمه كيف كيما الشاعر مثلا يحب كلمه يحب يجسد مشاعره ويتقاسمها مع الناس يعني بالطبيعه. وي مهلا ان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله تكمل انت في المسيره نتاعك هذه وهي قد قالي في تلمودها توا في وين قرات هي معناها قرات عم سي محمد العابدين اي ما شاء الله عليها قريت عنده في معهد الصحافه نوجه له تحيه سي محمد العابدين حبه برشا قام برشا فنان واستاذ انا كنت سعيده بوجودك معنا محليك يا مهر انا نوعدك ان شاء الله عندك يكون موعد اخر في ليالينا باش نكتشفوا الاغاني بلغات اخرى تركيه ولغه يمنيه والاختصاص نتاعك اكثر هذه مصافحه اولى اكيد ان شاء الله باش انا حبيت تغني شويه بالتركي هكا مع عندك اي والله يمني يمني اي برا خلينا مثال نسمعوا في يمني كابيلا سمعكم مليلة مليلة كيما المليلية في تونس المليلية هذه مليلة في التراث التعزيفي تراث التعزيف في اليمن دونك باش نسمعها لكم ريب ربي Lee, 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 lee.
نغمتك عودا ناد. شكرا هذه مليلة. برافو يا صح هذه مليلة من التراث اليمني. محليك محليك يا مار شفتك لا صوتك في الاغنيه هذه مشبع عايشه انت زينت الاغنيه محليك ربي يفضل هيدا كبيره برشا نادي من سفيان اكيد نتمنيو لك. وكان شفت الانسجام زيدا محرزيه معناها منسجمه معاك كل انا زيدا محرزيه راني من متيمه بصوتها مادام بالحق متيمه يعني خاطر عندها صوتها تربي وهذه مش هاتي اينا وعندها شما معناها عندها تجاره عندها ثنيتها مكبشه في ثنيتها مكبشه فيها ايه وهي خليتني معناها قعدت ندندن وحدي دندن معاك راهي تغرم فيه اليمني نضحك انا بالزهور باش نحييك يا ماما نعيشك ربي نحب نقدم كلمه الختام نقدم تحيه لاصحابي وعائلتي وامي وبابا نقدم تحيه زاد لسي صوفيين نقدم تحيه لك انت خاطرك استضفتني تحيه للفنان الكبير اللي نحبه برشا واللي ضحكني برشا وفيتي ضحك تونس الكل تحيه زاد للمحرزيه معناها زميلي وتحيه زاد لاصحابي اليمنيين زملائي ونشكرك على الاستضافه. بزهور انا نحييك زهور عبد الكريم بن صالح يعطيك الصحه نتمنى لك كل النجاح خليك معنا هالشويه هذيا باش تتفرج في اجواء نموت عليك لملك المسرح لمين النهدي نشوفوا مع بعضنا البتير هذيا بامضاء زميله زهره فضلي مونتاج احلام نواش وايضا الفا نجاري. نموت عليك ومن لك ولأعمالك ليس بمتيم لمين النهدي أسطورة الكوميديا في تونس تاريخ حافل بأعمال ناجحة سينما وتلفزيونا ومسرحا فمن لا يتذكر فردة ولقات أختها كنت طيبها وش نعمل قطع ركبتك ولا نطيبها نهارك منقوب ينقب أخي هذا والنهار من أجمل الأفلام الكوميدية التي ما زالت إلى يومنا هذا قادرة على إضحاك الجمهور وريح السد عرب حلو ومر أنيست حنا بعل أعمال سينمائية لا زالت راسخة في الذاكرة إلى جانب الأعمال التلفزية الزميل وقهوة جلول وتاكسي. أما عن المسرح فذاك مجال كان فيه لمين النهدي ملكا فرفر الكريتة السلوم القافزون ليلى على دليلة والمكي وزكية المسرحية التي لاقت نجاحا كبيرا وضرب بها لمين النهدي الرقم القياسي في عدد العروض. أكبر الزدري ونتكلم النوع يزي من كتمان وخلت الشارع نغني بالصوت المليان وين الحمزاكي وين الحمزاكي هبت الحمزاكي وين الحمزاكي وين ما خاف يديكم وها هو اليوم يعود بتحفة مسرحية جديدة متعليك وهي العمل الرابع الذي يجمع المنصف ذبيب مع لمين النهدي بعد النجاح منقطع النظير للمسرحيات الثلاثة السابقة المكي وزكية وفي عكس سردوك الريشو وليلى على دليلة عودة لثنائي ناجح بعمل قيل عنه إنه أجمل هدية رأس عام من ثنائي عرف بمهارته في فن الكوميديا وأنه ليس مجرد ونمنشو جديد بل هو ورقة المصالحة بين الثنائي الشهير ذويب والنهدي. المتعليك عمل مسرحي مفخخ بالرسائل والإيحاءات التي تتناول الواقع التونسي انطلاقا من قصة الشخصية الرئيسية في المسرحية عياش. من قبل كان ثم مشروع مدرسة حطوا الحجر الأساسي ومشوا من غادي حدا دوار ولاد الهادي كان مشروع قنطرة حطوا الحجر الأساسي ومشوا من تال الرقوبة كان ثم مشروع كبير نعمل للتصوير
حطوا الحجر الاساسي ومشوا بلاد كامله حجروها ولينا فهمت الحساسيه نمشي. ولينا سيدي نمشوا ونفعشوا في المشاريع هذا يا مشروع الكنترا. لمن النهدي أثبت أنه فنان مبدع ومتفرد كالعادة يبقى الاستثناء، فكيف لجمهورك يا لمين ألا يصرح لك مرارا وتكرارا نموت عليك؟ Je sais pas, vous savez, pour moi, l'amour, je sais pas, c'est une question psychologique, je sais pas, vous savez. Yeah.
صحاري ومدينة لفي لفي ولازم ترجع لي يا زينة لفي لفي يا ولفي في صحاري ومدينة لفي لفي ولازم ترجع لي يا زينة لفي لفي انت الرئيس وانا سفينة تخطوفك مصفينة لفي لفي لها أحلى جمهور ألعب وبلعب
حوت عليكم. برافو. يعطيك الصحة يا أيمن. عايشك. علاش سي سفيان جو المزود والجو الشعبي هذايا نحسوه فيه يعني فيه نكهة خاصة، فيه مسحة من الفرح يضفيها معناها على الشخص وهو هكا قاعد يسمع فيه من نوع خاص. لأنه الفن يرافق الإنسان من اللي هو في كل شمه، معناها هو أهازيج وأغاني، هو حتى الأديان كانت أغاني يعني مزامير وداود. والفن الشعبي هو يخرج على الطقوس الارستقراطية. على فكرة ثم فن مثال خذوا الارستقراطيين والبرجوازيين كما التانغو، لكن التانغو في الأول كان فن متاع قطاع طرق وفن متاع حوم وفن متاع شعوب. احنا المزود مثال حق له ياسر، من بعد فهموا انه المزود هذاك فن شعبي، فن الزنزانات، فن الحبوسات اللي يحكي على المعاناة متاع الناس اللي نسيت يحكي على الحوم والقصص نتاع الحوم اللي تتكون في الحوم. وسي سفيان معناها يفرحنا معناتها. اي هو يهزنا في مود اخر. الطبله والذكرى والدربوكه تشوف الشبيبه كيفاش كل موسيقى خارقه العاده، اللي هي موسيقى عندها اصولها وعندها. احنا كان تقعد تسمي في الفن الشعبي الموازين نتاعها ما شاء الله، تلقى لقلع وتلقى الملمع وتلقى العرضاوي وتلقى المناعي وتلقى المغني وتلقى معناها اشياء غريبه ياسر. والفزاني هو حتى الشبيبه ياخذوا من الفن. كي تشوف مثلا حتى فم بعض اغاني معناتها نضاليه معناتها حتى في الفن الشعبي. كي تشوف اسماعيل الحطاب في الخمسه اللي لحقوا بالجره، يعني من اروع ما تسمع. صحيح. ما شبه الغناء الدايره معناتها انا كنت مغروم به ياسر معناتها اسماعيل الحطاب، وكنت من الجمله نمشي لكافي شانتا بالذمه وانا صغير تهزني الوالده باش نتفرج باب سويقه باش نتفرجوا في اسماعيل الحطاب وزينه وعزيزه وعايشه ماميه وغيرهم. معناتها كانت اغاني معناتها كما قال سفيان، وخاصه انا فيها الايقاع، وديما الايقاع يجلب معناتها يحرك المشاعر. اي اكيد. يعطيك الصحة أيمن. عايشك. نحب من خلالك نعرض نحيي الفرقة الموسيقية. تبارك الله عليهم، محليهم والرقصات زادة اللي معاك. يعني تحاول تعمل كل مرة عرض يكون متكامل، قاعد تقدم في عروض يعني نقولوا فنية متكاملة. أكيد هذا توجه تحب تمشي فيه وتواصل فيه. بالطبيعة نحب نمشي فيه ونحب نحافظ على اللغة. نمشي فيه في تونس. كانت نقول في الأمين في تونس باش نفرض عليه. نحب نحافظ على الأغنية الشعبية باللي نقدر وباللي معناتها باللي نعرف. كما تعرف من بكري سمعتوا كوكتيل الخليفة الدريدي وفاطمة أبو ساحة. أيوة. نحبهم برشا. وتوا عبد اللطيف الغزي وإسماعيل الحطاب. صحيح. نحبهم برشا ونحاول أني كل ما نسمع كلمة الفن باش يندثر نهبل. علاش باش يندثر؟ الفن الشعبي وي ما يندثر. ما نتصورش اللي هو اللي هو الاول في تونس. الذاكره الشعبيه ما يندثر. بالضبط. كيف روحاتنا نتذكروا في لماتنا اكيد يكون موجود. عام الفاضل الجزيري سي سمير العقرب اقترحوا لنا خدمه كبيره ياسر اللي هي النوبه. فهمت. وفما برشا كانوا ضد المفهوم هذاك والاغاني من نوع هذاك ورجعت الفن الشعبي. الناس اللي معناتها سبقوا لشباك التذاكر هما الناس اللي كانوا رافضين النوعيه ذيك اللي يسموا فيه الفن المهمش. لا بالعكس. محرزية نمشيو في نفس الجو والمود وشنو تسمعنا محرزية؟ دنجينا هكا. انا اليوم كتبت الكلمات نتاع الموال. اي والله العظيم حتى هاكا كتبته وخليته باش ما ننساهوش. نحب نغنيه قبل ما نغنيه العشاقة. اي نسمعوا مع بعض. أيوة. خلينا نكتشفوا كتاباتك. ان شاء الله تعجبك. تصفيق عليها. بيان سور. Yeah.
القلب اللي جايتنا قلب اللي جايتنا ما شاء الله عليها الطرق الحقيقي يعطيك الصحة وبهالنغمة التونسية الحلوة انت توا محلية وكل حنية محلية عندها التامبر الخاص بها ومحليها وكي تتخمر هكا محرزية معناها عندها تخميرتها الخاصة بها ان شاء الله توا نرجعوا لها ان شاء الله في دندينات اخرى هي وايمن لكن هي مهدت لي توا الفقرة ديما نحب نعطي فيها المود هذايا التونسي اللي يحبوا سي سفيان باش يحكي لنا على تونس تونسنا البيا تونسنا النوارة تونسنا اللي نحبوها ونحبوا توينسا يرجعوا يحبوها ديما اكثر واكثر واكثر
تونسنا جميلة بمناطقها، أكيد اليوم باش تكتشفوا بعض المناطق الجميلة وبعض البنايات الجميلة من تونسنا من خلال فقرة سي صوفيا. مع صوفيا. اليوم كنا في جبس، مشينا الكيف، مشينا المناطق في الشمال الغربي كزوارين وغيره، تو باش نمشيو للمرسى. المرسى الناس الزبليه يسميها ام القلوب، يقولوا ماشي يقولوا ام القلوب. ام القلوب هي المرسى، المرسى اللي فيها العبدليه. قصر العبدليه هي قصور العبدليه الحق، كان ثلاثة قصور قاعد منهم واحد برك، ما يعرفوش الناس التاريخ نتاعها. العبدليه اللي ثم ثلاثة قصور كانوا موجودين، واحد مازال موجود لتوا معلم ثقافي اللي هو في وسط المدينة بين الحواش والبحر. واحد آخر وين كان قهوة صفصاف توا، صفصاف. واحد آخر العبدلية كان وين قهوة الحفصي قبل وين محطة الترين والتربينوس، توا ثم هاوكا مركز تجاري كبير جدا. نسبة إلى أمير حفصي يحكم بين 1494 و1526، تبنات العبدلية هذه بثلاثة جوايه نتاعها عام 1500 بالضبط. والعبدلية المرسى معروفة عند العرب من قبل، كانوا يسموها مرسى قرطاجنة ومرسى بن عبدون ومرسى الجراح زادة. من بعد بالعبدلية بشوي بشوي بداوا يسكنوا فيها الملوك والارستقراطيين، لكن كذلك معروفة المرسى وجوايه نتاعها سكنوا فيها مثال كما بوسلسلة اللي هو معناها ولي من الأولياء الصالحين، ولا سيدي صالح، ولا سيدي عبد العزيز المهدوي وما ادراك اللي كان جليس ابنه عربي. دونك من بعد العبدليه اللي نعرفوها توا كانوا يسموها برج السلاسل، خاطر الملوك كانوا يحطوا فيها السلاسل الكبار يسكروا بها. بنيه العبدليه فيها تاثير اندلسي، خاصه نتاع الموريسكوس اللي جاوا من الاندلس اللي بنوا باردو، داروا باردو كما البرادو اللي موجود في اسبانيا، تلقى فيها جابيه وتلقى فيها كذلك قبه مستطيله الى حد معين. ومن بعد ولوا عاشوا فيها ناس مهمين جدا، مثال مراد بوبالا، مراد الثالث اخر ملوك المراديين، عاش غاديك في العبدليه. الحسين بن علي اللي اسس الدوله الحسينيه، لامه كانت شرنيه، الحسين بن علي عاش في العبدليه. علي باشا ولد خوه اللي تعاركوا معه وصارت البشير الحسينيه عاش غادي. ملك مرة طردوه من طرابلس وجاء وقت حموده باشا التونسي هو القرمانلي، عاش غاديكا. من وقتها ولات المرسى بشويه بشويه يحبوها العباد، يقعدوا فيها، بلاد فيها هواء باهي، فيها غله باهيه، وكانوا يقولوا الماء والهواء، الماء الماء نتاعها حلو والهواء نتاع المرسى كذلك حلو. اللي نعرفه كذلك وانه ثم ملك تونسي عاش بين بي من البيات محمود باشا بين 1824 1814 1824 بناء قصر غاديكا وين الصفصاف. تقول المصادر التاريخية وأنه الناس وقت اللي جاء هو ما عادش حبوا يعملوا الموسيقى والغناء، وبالتالي يبين في بداية القرن التاسع عشر كان ديجا الصفصاف فيه حفلات وفيه فصل بتاع موسيقى. قال هو ليه كملوا الحفلات بتاعكم وأنا المقام الملكي ما خلينيش نعيش معكم. وزي جلنا باش نحكيو على الصفصاف، قهوة الصفصاف اللي موجودة من بداية القرن التاسع عشر، ومن بعد ثم قاضي مالكي كبير جدا بناها ورجع التراديشن تاع يغنيوا فيها. وقهوة الصفصاف البيل والصفصاف والنعورة وثم ناقة فيه، من الأول عملوه كيما لوتيل كي يجيو ناس مسافرين كارافون سيراي هكايا يجيو يقعدوا يحطوا الرحال بتاعهم ياكلوا ويشربوا. ومن بعد ولات غناء حتى وصلت طاهر غرسة كان يعمل فصل غاديكا كل نهار جمعة صباح وساعات كل صباح في الصيف يعمل فصل، وخميس تنين كان يحب هذا. والصفصاف تحولت إلى موقع النقا هذيك والماء اللي طالع. انا صغير النقا عرفت لها مثال وانا غشير ومشينا حضرنا وجابوا جمل ومشاو بعضهم في المرسى. عندها طبعها الخاص الكل اللي نمشيو لها. وفي نفس الوقت باش نحكيو على قبه الهواء. قبه الهواء اللي هي من المعالم اللي موجوده عندها توا اكثر من 100 سنه واللي هي بناوها البيات الحسينيين، وكانوا نساء بتاع البيات يهبطوا يعوموا من غاديكا خلصه، وثم الطابق الفوق يقعد فيه البي للسهريات نتاعو. لكن توا للاسف الشديد توجع قبة الهواء فوالا معناها متداعيه للسقوط. وثم عركه بين البلديه اللي بعتها الناس خواص وبين وكاله حمايه المحيط تبعت الدوله اللي قالت لا هذه بتاعي، ولاتش البلديه في عركه، معناها الدوله تتعارك مع روحها يعني سكيزوفرينيا الدوله
والخواص شراو قاعدين هكاك، وحتى الواحد ما يعمل حتى شيء، ونهار من نهارات يمكن كان نقوموا نلقاو تطيح لا قدر الله تطيح. وقت اللي هي الملتا اللي يقول الملتا يقول قبة الهواء، وهي جزء من العبدليه الثالثه اللي ما عادش موجوده، وجزء من تراثنا ومن تاريخ تونس. يعني اليوم مكتوب وزاره الثقافه باش تتحرك، رئيس الحكومه تتحرك، رئيس الجمهوريه، الناس الكل يتحركوا، لانه ذاك معلم ما تنجمش تحكي على الملتا من غير ما تحكي على قبة الهواء. لكن البيروقراطيه اليمين كالعاده يتعاركوا في بعضهم، واحد يقول له بتاعي والاخر يقول له بتاعي، تصور ابو ام كل واحد يقول له ولد هذا بتاعي. معاناه. وشنو ذنبك الولد؟ وشنو ذنبك الولد؟ ولا هذه الاشكاليه. دونك ملتا بن عبدون، ملتا الجراح، اللي هي بلاد حلوه ياسر، اللي فيها معالم اثريه كبيره، وبلاد زاد نتاع زهو وترب، حبوها الناس ومشيوا يصيفوا فيها، ولحد الان يمشيوا الناس يقعدوا في الصفصاف ياكلوا البريك وغيره. ثم احد الملوك بلا قصر اللي هو قصر التاج غاديكا كبير ياسر، لكنها قاعده شعبيه المرسى، وفيها كذلك جانب اريستقراطي وجانب جمالي من اول الدنيا. واللي يقول المرسى يحس بالنسمه، ولا هي اسمها ديجا هو نسمه. انت حكيت على الصفصاف والطابع الخاص هذاك اللي موجود في الصفصاف، واحنا زميلتنا ايمان عبد القادر قامت بتصوير الصفصاف وخذت ايضا بعض الاراء. خلينا نعيشوا شويه مع الاجواء من خلال هذا الروبورتاج، ثم نواصلوا اجواء منوعات ليالينا. تاريخ كبير نجم نقولوا، تاريخ قديم قديم، من اقدم موقف معناتها من اقدم قاوي في تونس في 200 سنه. صفصاف جاي من الاسم تاع الشجره هذيك الصفصافه، دونك هذاك هو الاصل الاسم. صفصاف عزيزي عزيز عزيزي شراه من عهد بي، وكانت اصلا زيكوري تاع البي، ستابل تاع البي، وبعد شراها عزيز عزيزي وتكونت القهوه وتكونت الريستورون، وولات شي محل تاع فيها برشا مغنيين جاو، برشا معناتها برشا ايفيمونات في الصفصاف وفي المرسى. ديما تجي للقهوه الصفصاف؟ خيس كل يوم، خيس كل يوم، انا جو سوي روتريتي. الحاجة اللي تعجبك؟ الأمبيونس، تاريخها؟ والله عندي صحابي، الحاجة اللي تعجبني أنه صحابي هنا يتنوعوا، ثم دي زانتيليكتويل اللي تنجم تحكي معاهم سياسة، وتنجم تحكي معاهم أدب، وتنجم تحكي معاهم كذا، فهمتني برشا حاجات. ثم ناس تنجم تلعب معاهم تلعب شيشبيش ولا تلعب شيطرنج. لما نكون في إجازة نجي دايم كل يوم مع السي علي. ويعني نلعبوا كما يقول، هو يجيب العود احيانا، يجيب العود ويعزف، وتقريب الكل يعني، والكل الان متقاعدين، تقريب الكل متقاعدين، ولهذا كل واحد يجي يكون كما تقول ديكونتراكتي. يبقى مقهى صفصاف عنوان للالتقاء الصباحي للكثير من المثقفين والمتقاعدين من مختلف الشرائح الاجتماعيه. معناها صفصاف وحده، سواء في الامبيونس، سواء في الهواء، سواء في معناها في العباد، كلها تجي للصفصاف، خاصة في الصيف، الناس كل تتفرهد، والحمد لله اللي عندنا بقعة كما هكا. سي لا بروميير فوا كو فيان تونيزي. كومون فو تروفي لامبيونس ايسي او صفصاف؟ سوبر، لي جون سون تري جونتي، سوريون، ايمابل، غراسيو، بولي. Je n'ai que des bonnes impressions depuis mon arrivée. Eh bien, j'aime beaucoup ce bleu, tout ce bleu, la mosaïque, les arbres anciens, l'ambiance. C'est magnifique, c'est tout à fait magnifique. En plus, c'est pittoresque, c'est typique de la Marsa, c'est un endroit très célèbre.
هذا ويكثر عدد الوافدين على المقهى خصوصا خلال شهر رمضان وموسم الاستياف، وذلك من قبل السياح والوافدين من داخل جهات البلاد وخارجها، والاستمتاع بأنغام الموسيقى الأصيلة كالمالوف وسهرات المدائح والأذكار الروحية والصوفية. فقد حافظت على نمطها المعماري التونسي الأصيل كالبير والصفصاف والنعورة.